ذوقوا عذاب النار
ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها. إنا من المجرمين منتقمون. صدق الله العظيم. اللهم ارحمنا بالقرآن بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منهم ما نسينا وعلمنا منهم ما وارزقنا بما وعده أهل الليل وأهل النهار اجعله لنا حجة يا رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.